على جمهورنا الدين الملكي، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجنا ملوك الصالات، البرنامج اللي بنتابع فيه اخبار العاب البطولات والانجازات، الالعاب اللي ليها رصيد كبير من البطولات والالقاب، مش بس على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الافريقي والدولي. ولكن في بدايه حلقتنا خلينا نشوف هيكون معنا ايه النهارده. فريق سله الزمالك يهزم سموحه ويتاهل لنصف نهائي دوري السوبر. الآن يبدأ الزمالك في مواجهة الترجي على صدارة المجموعة بكأس الكؤوس. رئيس بعثة يبدأ الزمالك يحفز اللاعبين للتتويج بكأس الكؤوس الإفريقية. هشام صلاح يبدأ التأهيل بعد عملية الرباط الصليبي. الثلاثاء ودية أخيرة لطائرة الزمالك استعدادا لنهائيات كأس مصر. شباب طائرة الزمالك يجهز فريق السيدات لبطولة إفريقيا. فرنسا تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لتأمين الأولمبياد. ومن التقارير سلة الزمالك خطوة نحو لقب الدوري. أما عن بطل قصتنا النهاردة فهو كابتن أحمد زهران أسطورة زملكاوية في كرة السلة. مضيفي اللي شرفني ونورني النهاردة كابتن محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب الدرجات. النهاردة طبعا عندنا مباراة هامة جدا، يمكن الأول كان فريق الباسكت والحمد لله فاز في المباراة النهاردة أمام سموحة وتأهل لنصف النهائي مباشرة. يمكن كان في جاب كبير شوية ما بين المباراة الأولى والمباراة الثانية، ولكن الحمد لله رجالتنا قدروا المباراة الثانية والمباراة الثالثة بعتذر، ولكن رجالتنا النهاردة قدروا أن هم يحسموا التأهل لنصف النهائي. يمكن قبل ما اروح للباسكت هنتكلم عنه طبعا تفصيليا، ولكن خليني اتكلم النهارده عن مباراه كره اليد واللي هيكون الزمالك في مواجهه الترجي التونسي. فالاونه الاخيره مباريات الترجي يمكن ما كانتش الزمالك حظه فيها احسن حاجه، ولكن المباراه النهارده مباراه مهمه جدا جدا لانه هتفرق معانا في الادوار اللي جايه. وجودك على قمة المجموعة أكيد هيفرق عن وجودك في المركز الثاني، فمهم جدا جدا أن الزمالك يفوز بالمباراة النهاردة علشان يسهل المهم عليه في الدور اللي جاي بإذن الله. كل الدعم طبعا والتوفيق ليهم. الزمالك بيمر بمرحلة بقاله فترة هي مش أفضل حاجة، ولكن وارد في عالم الرياضة أن أنا يبقى عندي فريق بيدخل في كبوة، بيدخل في مرحلة انتقالية، مرحلة إحلال وتجديد. يمكن الزمالك بيعاني من غير كواليس أخرى يعني لا يمكن أن احنا نتحدث عنها النهاردة أو نتكلم عنها النهاردة في توقيت زي ده. وفي العموم أنا بشوف أنه
زي ما قلت الحلقة اللي فاتت وهفضل أقول كواليس نادي الزمالك، فهي كواليس ليست للعلن. أسهل حاجة إن ممكن حد يطلع دلوقتي يعلن ونحكي الكواليس ونحكي الـ الحاجات ويحكي ليه فريق اليد وصل للمرحلة دي دلوقتي، ولكن مش ده الموضوع. هو المهم أو المصلحة العليا إيه؟ إن كرة اليد في نادي الزمالك ترجع لمكانتها الطبيعية، ده المهم والأهم يعني. فالزمالك بقاله يمكن سيزن ونص تقريبا، ويمكن بداية السيزن ده لسه الزمالك ما وصلش ل التوب فورم او الفورم اللي انت دايما متوقعها منه، او الاداء او النتيجة او المعتاد بتاعهم اللي هم عودونا عليه. الفترة طولت واكيد جماهير الزمالك زعلانة واكيد، لكن هناك ظروف كتيرة جدا محيطة بالفريق ده وصلنا بيها في الاخر للمرحلة دي. فالموضوع مش يعني مش تقصير ولا قلة مسؤولية منهم، ولا هم مش عايزين يكسبوا، لا لا خالص يعني. بس في ظروف هي بجد اقوى منهم، في ظروف هي غصب عنهم، ومش من السنة دي بس، لا من السنة اللي فاتت او من السيزن اللي فات اتكلمنا عنها، او اتكلمنا عن كل القصة دي الحلقة اللي فاتت بدون الكواليس وبدون التفاصيل، لاني زي ما قلت الكواليس والتفاصيل نادي الزمالك مش للعلن. نادي الزمالك اوضه المغلقه يعني في بعض المشاكل او في بعض الكواليس او في بعض الظروف الاحسن انها تفضل في الاوض المغلقه، ولكن المهم مش هنقعد بقى نحكي في اللي فات واللي حصل والبطوله بتاعت اول موسم والسنه اللي فاتت ونص السنه اللي قبليها. المهم ها، وبعد ما نحكي كل القصص دي، اصل المجلس اللي فات كان مسؤول عن كذا، والمجلس ده مسؤول عن كذا، وكذا مسؤول عن كذا، طب وبعدين؟ ما هي دي مش القصه، مش ده الموضوع. المهم ان انت تروح بالفريق ده، ومش ده اللي يخص الجماهير برضو من الاخر يعني. المهم مش هيفرق معاهم ده، هو في الاخر عايز فريقه يكسب. انا عايز ترجع، انا ماليش دعوه، ماليش دعوة بمشاكلك المادية، ماليش دعوة بظروفك، ماليش دعوة بالمجلس اللي فات والمجلس اللي موجود. أنا كجمهور زمالك أنا فارق معايا إن فريقي يكسب. الكوماندوز اللي أنا متعود كان بيفرحني بأربع خمس بطولات في السيزن من ست بطولات مثلا، الناس دي كانت أقل حاجة بتاخد أربع بطولات لحد من اتنين سيزن يعني، الناس دي كانت بتاخد أربع بطولات في السيزن، ده أقل حاجة، ما خدش خمسة. فالنهارده انا مش فارق معايا بقى كواليسك وقصتك دي كلها، انا عايز اكسب، وده حق الجماهير. ف ان شاء الله ان شاء الله نقدر ان احنا بدعمنا كاعلام، كجماهير، كمجلس اداره، ككل الناس، كاجهزه فنيه، كلعيبه، ان احنا نرجع مره اخرى للطريق الصحيح، ونقدر ان احنا نفوز بكل البطولات ونرجع الكوماندوز لمكانته الطبيعية، ونفوق ولادنا ونرجع بيهم للمكان الطبيعي لكرة اليد. قبل ما انتقل لكرة السلة، النتيجة كام يا شباب؟ عدى 9 دقايق من احداث الشوط الاول، والنتيجة 4-2 لصالح نادي الزمالك. ان شاء الله ربنا يكملها على كده، ونقدر ان احنا نفوز بالمباراة بإذن الله. طيب خلينا نروح دلوقتي ل فريق كرة السلة، واللي الحمد لله انه تأهل لنصف نهائي دوري كرة السلة، وده بعد الفوز على سموحة من شوية في المباراة الثالثة بنتيجة 87-56. طبعا النهاردة الأداء كان ما شاء الله يعني، فريقنا كان عامل أداء أكثر من رائع، وكانت المباراة على صالة سموحة يا شباب، كانت على صالة سموحة، وولادنا عملوا مباراة ولا أروع، قيادة فنية هايلة من الكابتن وائل بمعاونة جهازه المحترم، بمعاونة كابتن طارق السعيد، روتيشن كان محترم جدا طوال فترات المباراة. المشاكل اللي كنا بنعاني منها في الكوارتر الرابع ما كانتش موجودة النهاردة، أو اختفت بنسبة كبيرة جدا جدا. فطبعا ببارك لهم على الأداء النهاردة، وصدقوني لو نزلت كل مباراة بتلعب ان انا البوينت بيفرق، والثري بوينت والباسكت وكل الحاجات دي بتفرق، ان انا ادافع
الأهم إن أنا دافع من الهجوم. لو نزلت كل مباراة بنفس التركيز بنفس التركيز كلعيبة وطبعا الجهاز الفني بنفس قيادته الفنية الرائعة والمحترمة، إن شاء الله نقدر إن إحنا نفوز بالدوري والكاس، مفيش حاجة مستحيلة. إحنا هنكون طبعا لسه دورين، نص النهائي والنهائي طبعا، والطبيعي ان انت هتقابل فيهم. يمكن احنا كلنا عارفين ان الدور ده كان بيتلعب بنظام فاست تو فايف، والفريق كان فاز في المباراه الاولى بنتيجه 77-60، المباراه الثانيه 65-68، والفريق قدم مجموعه من المباريات قويه جدا جدا، ولكن يمكن المره دي كانت اقوى مباراه. الواحد كان قلقان من ان بعد اول مباراتين يكون هناك فتره توقف كبيرة فتؤثر على الأداء أو ما شابه يعني، ولكن الحقيقة إن المباراة دي لو لاحظت حتى في السكور هتلاقيها أحسن مباراة، أحسن مباراة فعلا يعني. فطبعا ببارك لهم على الأداء ده، عملوا مباريات محترمة جدا جدا خلال الدور الترتيبي، ابتداء من الفوز عن النادي الأهلي أو حتى في مباريات سموحة. لسه عندنا دورين، نص النهائي والنهائي، والطبيعي الطبيعي إنك هتقابل فيهم الأهلي والاتحاد، يبقى لازم خلاص يعني اموت نفسي جوه الملعب، اموت نفسي جوه الملعب، ما عنديش حاجه تانية. ثم الدوري والكاس هتخلصهم وخلاص السيزن هيكون انتهى. فده مهم جدا، لازم تخطف بطوله من الاثنين او تخطف البطولتين، ليه لا؟ مفيش مستحيل ترجع درع الدوري للنادي مره تانية، ترجع الكاس، بقالنا موسمين ما خدناش الدوري ولا الكاس. فأنا بتمنى من كل قلبي إن اللعيبة دي تعتبر إن المباريات اللي جاية هي مباريات. يمكن أنت هتقابل في نص نهائي الدوري، صح كده يا شباب؟ في نص نهائي الدوري هتقابل الأهلي، وفي نص نهائي الكاس هتقابل الاتحاد. خلاص يعني أنت داخل دلوقتي على نص نهائي الدوري هتقابل فيه النادي الأهلي، في نص نهائي الكاس هتقابل الاتحاد. ما هو خلاص، هو أصل دور الأربعة ما فيهوش بقى. دور الأربعة أو من أول نص النهائي يعني خلاص انت ما عندكش بقى مباريات سهله، خلصت كل المباريات اللي هي كانت انت ليد فيها اكتر، اللي كانت في الملعب، اللي كان كل ده خلص. انت داخل على الصعب، نص نهائي دوري امام النادي الاهلي، نص نهائي كاس امام نادي الاتحاد السكندري. فبتمنى لهم ان شاء الله كل الدعم، كل التوفيق. بموت نفسي خلاص، الموسم بيخلص، ما عنديش حاجه يعني اموت نفسي فيها جوه الملعب اكتر من ماتشين زي دول. الفريق طبعا عندنا لعيبه قويه جدا، واي يعني اي ماتشين، ماتش سواء ماتش الاهلي في الدوري او ماتش الاتحاد في الكاس، كل مباراه من دي لو حسبتها انت هتبقى عديت مثلا 60-70% من البطوله. 60-70، وانا عارفه انا بقول ايه، 60-70% من البطوله، لانك هتبقى خرجت فريق مرشح للبطوله، خرجته خالص من المنافسه، وانت بقى بجد معنويا هتبقى أحسن كتير، هتدخل على المباراة النهائية أنت مش يعني كسبان واحد من المرشحين للفوز بالبطولة، سواء نادي الاتحاد أو النادي الأهلي، فده هيفرق معاك معنويا بشكل كبير. المحترف عندك لعيبة محترمة جدا جدا، المحترف زود قوتك. أنا دايما بشوف إنه المحترف بيبقى قصته إيه؟ المحترف بيبقى قصته إنه هو المفروض يبقى سكورر، المفروض إنه بيشغل فرقة حواليه، والمفروض ان هو بيحمس الناس اللي حواليه بلعبه. يعني اللعيبه لما بتبقى شايفه المحترف في افضل حالاته، فبالتالي بيقوم الفرقه كلها جنبه، بيقوم الفرقه كلها جنبه، بيقدر يشغلهم، بيخليهم هم كمان مركزين اكتر، متحمسين اكتر، عايزين يلعبوا كويس، فده بيفرق بشكل كبير. الموضوع كله عباره عن تنظيم، عزيمه، اصرار، وان شاء الله نقدر نفوز بالدوري، وان شاء الله من بعدين نقدر نفوز بالكاس. كل الدعم، كل الدعم لكل ما هو زملكاوي خلال الفترة المقبلة. شهر 4 يمكن كان شهر صعب وحساس جدا بالمناسبة، باقي فيه حوالي 10 أيام، والعشر أيام دول فيهم بطولات كتيرة جدا هتتحسم، كرة، طايرة، سلة، يد، فيهم كتير قوي، ومن أول الشهر وإحنا في نفس الموضوع يعني. فكل الدعم والتوفيق لكل ما هو زملكاوي، بلاش نفقد الأمل، بلاش نبقى بنزعل على اللي فات فما نركزش في اللي جاي. خلاص اللي فات فات بعيوبه، بأخطائه،
بمشاكله اللي أكيد لازم نقف عندها ولازم تتصلح ولازم يبقى هناك بعض القرارات وهناك بعض التدعيمات وهناك بعض تصحيح مسار أو ما شابه، لأني أعالج أو أتفادى الأخطاء اللي حصلت في السابق. وقلت أنه كل اللي احنا بنحكي عنهم دول عنصر بشري، الجمهور عنصر بشري، الإدارة، الإعلام، اللعيبة، الأجهزة الفنية، كل دي عناصر بشرية يعني معرضة للخطأ، هي مش إنسان آلي ولا مكن، فهم معرضين أنهم يخطئوا. فبالتالي أنا مش عيب أن يغلط خالص، لكن العيب أن أنا أبقى عارف إيه غلطي وأصححه وأتفاداه في اللي جاي، ما استمرش في الغلط، ما أصرش عليه، هو ده المهم. خلينا نروح للتقرير ده ومنه الفاصل، بعدين نرجع نكمل حلقتنا، استنونا. اقترب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك خطوة نحو تحقيق لقب دوري سوبر السلة، بعدما تخطى فريق سموحة في ربع النهائي بنتيجة 3-0 في مجموع المباريات والتي تقام بنظام بيست أوف فايف. وتأهل عمالقة الزمالك لربع نهائي دوري السوبر بعدما احتل المركز الثالث في جدول الدوري الترتيبي للمسابقة، ليضرب موعدا مع سموحة في ربع النهائي والذي بدأه بالفوز في المباراة الأولى بنتيجة 77-60 قبل أن يفوز في المباراة الثانية بنتيجة 68-65 ليحسم التأهل بالفوز الثالث على التوالي في لقاء اليوم الذي أقيم بالإسكندرية. التأهل إلى نصف النهائي يقرب فريق سلة الزمالك من لقب دوري السوبر الغائب عن القلعة البيضاء في آخر موسمين، خاصة وأن الجميع داخل الفريق لديهم طموحات كبيرة في تحقيق الألقاب والعودة لمنصات التتويج، وعلى رأسهم الجهاز الفني بقيادة وائل بدر الذي يحلم بتسجيل اسمه كمدرب في سجلات تاريخ الزمالك المليء بالبطولات والإنجازات. كما يسير عمالقة ميتو عقبة بخطوات ثابتة نحو التتويج بلقب كأس مصر هذا الموسم بعدما تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على التأمين، ليضرب موعدا مع الاتحاد السكندري في نصف النهائي ويبقى على بعض خطوتين فقط من اللقب. وتعلق جماهير الزمالك آمالا كبيرة على الفريق بعد التدعيمات القوية من أجل الفوز بالدوري والكأس هذا الموسم والعودة من جديد إلى منصة التتويج، ليؤكد للجميع أن ملوك السلة في مصر هدفهم الفوز بالألقاب وتحقيق الذهب. يسيبها الحسن وليد، بعد جديد، الجديد والمفيد في ايدك يا حسن يا وليد. ويحيى ممدوح الوساوي الشادي على الدايره، ولكن ده معادل كريم الداوي بالتميز داوي. نروح للفريق الأول لكرة يد بنادي الزمالك اللي بيلعب دلوقتي مع الترجي التونسي، مباراة قوية جدا على صالة قصر الرياضة في مدينة وهران الجزائرية، وده في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكؤوس الإفريقية. فريق يد الزمالك ضمن التأهل للدور الرئيسي من البطولة بعد فوزه على فريق بي أم سي الكونغولي بنتيجة 26-19، وده كان في الجولة الأولى، وبيتنافس دلوقتي في المباراة اللي بتجمعه مع الترجي على صدارة المجموعة، وده بعد ضمانهم الصعود، لأن أصحاب المركزين الأول والتاني في المجموعة الرابعة بيتأهلوا للدور الرئيسي، واللي هيتلعب من مجموعتين هيصعد فيهم الأول والتاني للمربع الذهبي. كل التوفيق لفريق يد الزمالك ويقدر يحقق بطولة كأس الكؤوس للمرة الثالثة على التوالي والاحتفاظ بالكأس بإذن الله والتمنى في تاريخ النادي.
نروح للمهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق اليد في الجزائر، اللي عقد جلسة مع الكابتن حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد على هامش ميران الفريق الأخير في الجزائر للإطمئنان على استعدادات الفريق قبل مباراة الترجي. كمان كابتن هشام نصر اتكلم مع الجهاز الفني بقيادة كابتن مجدي أبو المجد مع اللعيبة وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز استكمال المشوار كمان للتتويج باللقب وإسعاد الجماهير. أما عن نجمنا هشام صلاح لاعب فريق يد الزمالك، فبدأ المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي بعد طبعا إجراء عملية الرباط الصليبي ابتداء بداية الشهر الجاري. هشام صلاح بيتأهل تحت قيادة الدكتور محمد شوقي طبيب منتخب مصر لكرة اليد. طبعا هشام صلاح كان اتعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في دورة الألعاب الإفريقية في غينا. طبعا بنتمنى له العودة سريعا وكل الدعم والتوفيق ليه بإذن الله ويرجع لنا في أسرع وقت ممكن، ولكن بدون تسرع لأن زي ما قلنا من أدق وأكثر الإصابات حساسية هي طبعا إصابة الرباط الصليبي، لأنه المفروض ليها تأهيل. المهم التأهيل بتاعها، المهم نفسيا لما اللعيب ينزل الملعب، مهمة جدا جدا، فبنتمنى أنه ما يتسرعش ولكن تبقى بإذن الله الدنيا خفيفة والتأهيل يخلص على طول والدنيا تبقى أحسن في أسرع وقت ممكن بإذن الله. هشام صلاح واحد من الركائز الأساسية في كوماندوز اليد، واحد من اللعيبة الواعدة ما شاء الله، وهو مستقبل نادي الزمالك. ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع لنا بأحسن صورة وأحسن يعني يرجع لنا أحسن من الأول بإذن الله. دي يمكن أهم وأبرز أخبار كرة اليد. خلينا نروح لأهم وأبرز أخبار الكرة الطائرة. قوية من هرنانديز، إعداد في مركز واحد وضعي كسروخ يا ولد في مركز ستة بتركيبة هجومية رائعة، ستة صاروخ يا ثاني بداية أخبار الكرة الطائرة مع الفريق الأول بقيادة البرازيلي سيدني بابكي اللي هيرجع للتدريبات الجماعية بكرة إن شاء الله بعد الراحة السلبية اللي أخذها الفريق لمدة يومين. الجهاز الفني للفريق استقر على خوض مباراة ودية أخيرة يوم الثلاث اللي جاي، وده استعدادا لنهائيات بطولة كأس مصر. زي ما عارفين فريقنا هيلعب نصف نهائي الكأس يوم 27 إبريل مع طلائع الجيش على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وفي حالة التأهل هيكون في مواجهة الفائز من مباراة الأهلي وبتروجيت في النهائي يوم 28 إبريل بإذن الله. مباراة مهمة جدا لأنه الفريق خلاص أنت ما شاركتش في بطولة إفريقيا، ما حلفكش الحظ في الدوري والسوبر، فبالتالي قدامك فرصة انك تصالح جماهيرك وتفوز ببطولة الكاس. لانه الاول مرة هتكلم في الموضوع ده كان صعب قوي، فكرة ان انت بتنزل تخسر 3-0 في مباراة امام منافسك التقليدي، ده مش يعني ده مش اسهل حاجة على الاطلاق لجماهيرك. فبتمنى انهم يتداركوا ده لانه كان موضوع صعب قوي وكان موضوع مش لا انتوا لعيبه قليلين تستاهلوا كده ولا نادي الزمالك يستاهل انه يحصل كده. مش عايزه اخوض اكتر في كلام او في تفاصيل، يعني بتمنى ان شاء الله ان انتوا تصالحوا جماهيركم في اللي جاي وتتداركوا المشكله دي في اللي جاي وتقدروا مهما كانت. انا اسفه يعني النهارده لما بتتكلم عن فريق اليد تلقى هزيمة أمام النادي الأهلي، أنت بتتكلم مباراة خلصت فرق واحد اتنين وفي الثواني الأخيرة خلصت بضربات الجزاء، لكن مع كامل احترامي وتقديري لفريق الكرة الطائرة
مش طبيعي ابدا ان انت ماتشين بتاخدهم 3-0 مهما كانت الظروف المحيطة بيك، مع كامل احترامي وتقديري. عندك مجلس إدارة ما دعمكش، عندك إعلام ما دعمكش، عندك مشاكل في الأجهزة الفنية، عندك مشاكل الدنيا كلها. مع كامل احترامي وتقديري بجد أنا بقول لك أهو، أنت عندك كل حاجة صعبة بس مش لدرجة 3-0 ماتشين. وأنا أسفة أني بقول كده، بس بتمنى أنكم تتداركوا ده خلال ماتشات الكاس بإذن الله. نروح للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك بقيادة كابتن أحمد فتحي، واللي بيواصل استعداداته في معسكره المغلق اللي بدأ يوم الخميس اللي فات، وده استعدادا لبطولة إفريقيا للأندية واللي هتبدأ يوم 26 إبريل الجاري وهتستمر لحد يوم 5 مايو. الاجتماع الفني وقرعة البطولة هتكون يوم 25 إبريل بإذن الله. فريقنا بيخوض تدريباته على فترتين صباحية ومسائية لرفع معدلات اللياقة البدنية والفنية قبل المشاركة في بطولة إفريقيا، واللي بيسعى الفريق للفوز بيها والاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي. الجهاز الفني للفريق استقر على خوض مباراة ودية يوم الثلاث اللي جاي مع فريق الشباب تحت 17 سنة عشان تكون البروفا الأخيرة قبل مشوار البطولة. نفس الكلام برضه هقوله للبنات، يمكن البنات كسبوا مباراة في النص 3-0، خسروا مباراة وجات المباراة الأخيرة بنتيجة برضه 3-0. مش طبيعي، لأن أنتوا أحسن لعيبة في مصر، أنتوا تستاهلوا أنكوا تفوزوا. فكرة أني أنزل أخسر مباراة 3-0 حتى لو المباراة اللي بعديها كسبت 3-0 غير مقبول. ليه طيب؟ ليه؟ أنتوا لعيبة كويسة، خامات كويسة، العب لآخر ثانية، العب لآخر دقيقة. كمان غير مقبول أنك تخسر أكيد من الشمس 3-2 في نصف نهائي كاس. خلاص بقي لك فرصة أخيرة وهي بطولة إفريقيا. بتمنى منكم أنكم تتداركوا أخطائكم في اللي فات، لأن أنتوا لعيبة ونجوم كبار، لا ينفع تخسروا من الأهلي 3-0 ولا ينفع تخسروا من الشمس في قبل نهائي الكاس 3-2. مع كامل احترامي وتقديري لفريق الشمس، مش فريق بطولة، مش فريق بطولة. فمع كامل احترامي وتقديري طبعا لنادي الشمس، ولكن انت النهاردة لازم الفريق ده، انتوا كبنات احسن لعيبة في مصر، بنات زي الفل، تلموا بعض وتقدروا ان انتوا تصالحوا جماهيركم ايضا ببطولة افريقيا باذن الله، لان دي فرصتكم الاخيرة في الموسم. بتمنى لهم طبعا كل الدعم والتوفيق، سواء رجال الطائرة او سيدات الطائرة، سواء للرجال بالنسبة في كأس مصر او بالنسبة للسيدات في بطولة افريقيا. دي يمكن كل الاخبار داخل نادي الزمالك. خلينا نروح لفقرتنا السابتة واخبارنا المتعلقة باولمبياد باريس لابطالنا اللي تأهلوا واللي لسه ما تأهلوش، وكل ما يتعلق باولمبياد باريس 2024. يمكن قبل ما نروح لاخبار اولمبياد باريس، خليني اقول لحضراتكم ان النتيجه لحد دلوقتي 17-12 لصالح الزمالك. باقي قد ايه يا شباب على الشوط الاول؟ طيب يمكن في مشكله في البث دلوقتي، ولكن النتيجه لحد دلوقتي بالظبط كده 17-13. عدى 25 دقيقه صح كده يا شباب من الشوط الاول. بتمنى باذن الله كل التوفيق لكوماندوز اليد باذن الله، والفوز بالمباراه وتصدرهم للمجموعه. بالظبط 17-13 وعدى 25 دقيقه
ونص من أحداث الشوط الأول. الاتحاد المصري للمصارعة حدد يوم السبت اللي جاي لمناقشة وحسم برنامج الإعداد للمنتخب واللي هيشارك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. اللجنة الفنية بالاتحاد وضعت برنامج إعداد قوي بيشمل المشاركة في عدد من البطولات وإقامة معسكرات خارجية ابتداء من الأسبوع المقبل وحتى موعد انطلاق منافسات الأولمبياد. منتخب طبعا مصر بيخوض حاليا معسكر مغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي بمشاركة العشر لاعبين اللي تأهلوا بشكل رسمي لحد دلوقتي للأولمبياد. كل الدعم والتوفيق ليهم بإذن الله. أما عن ثلاثي منتخب مصر للتايكوندو سيف عيسى وأحمد وائل وآية شحاتة والمؤهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بيخوضوا أيضا حاليا معسكر تدريبي مشترك مع عدد من المنتخبات واللاعبين المؤهلين للأولمبياد في بلغراد بصربيا واللي هينتهي بعد بكرة. المنتخب دخل المعسكر بعد انتهاء مشاركته في بطولة صربيا الدولية واللي شهدت حصول سيف عيسى على الميدالية الفضية. اتحاد التايكوندو طبعا وضع خطة إعداد جيدة للأولمبياد هتشمل طبعا بعد معسكر صربيا المشاركة في بطولتي استونيا المفتوحة جي 1 وكأس رئيس الاتحاد الدولي جي 2 في الفترة من 23 وحتى 29 إبريل. خلاص بقى المعسكرات يعني بقت على أشدها في كل الألعاب سواء معسكرات داخلية معسكرات خارجية لأن أنت بتتكلم في فترة خلاص بقت يعني مهمة جدا جدا. معسكرات بقى علشان اللعيبة اللي تأهلت بيعدوها بشكل كبير جدا للأولمبياد أو اللعيبة اللي لسه ما تأهلتش وهتتأهل من خلال بطولات أخرى بيجهزوها أيضا للبطولات دي عشان يقدروا يتأهلوا من خلال البطولات دي. فترة حساسة جدا جدا خلاص انت بتفنش شهر 4 وهتدخل على شهر 5 5 6 7 وتقريبا خلاص الأولمبياد تبقى في 8. الموضوع مش سهل أبدا، الموضوع صعب. صفوة الصفوة بس اللي بتروح الأولمبياد. أنا بتمنى من كل قلبي أنه البعثة المرة دي تكون أكبر بعثة على مر التاريخ، تكون زي ما قلنا كده ساعة أولمبياد طوكيو أنه كانت البعثة اللي تأهلت للأولمبياد هي أكبر بعثة مصرية تأهلت على مر التاريخ. بتمنى نقول نفس الكلمة إن شاء الله في أولمبياد باريس 2024 بإذن الله. نروح للتقارير الإعلامية اللي كشفت عن فضيحة تلاعب في كشوف المنشطات لعدد من السباحين الصينيين قبل أولمبياد باريس 2024 في ظل الصراع الكبير والقوي بين الصين والولايات المتحدة للمنافسة على أكبر عدد في الميداليات وتصدر السباق في الأولمبياد. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت أن في 23 سباح من الصين خضعوا لفحوصات المنشطات واللي جت للأسف نتيجتها إيجابية، وده كان قبل أولمبياد طوكيو، لكن سمح ليهم بالمنافسة بعد أن قبلت الهيئات العالمية سرا النتائج وأن اللعيبة تناولوا المادة المحظورة من دون علم التقرير. قال أن من ضمن اللعيبة اللي تناولوا منشطات نصف فريق السباحة الصيني، يعني نص الفريق تقريبا كان واخد منشطات، ودول اللي شاركوا في أولمبياد طوكيو حققوا ميداليات ذهب كمان، وإن عدد منهم هيشارك مرة جديدة في أولمبياد باريس. الصحيفة ذكرت إن نتيجة اختبار المنشطات اللي جاءت إيجابية لنوع من أدوية للقلب اللي بيعزز الأداء، لكن سلطات مكافحة المنشطات في الصين اعتبرت إنهم تناولوا المادة عن غير قصد من طعام ملوث. نيويورك تايمز قالت كمان إنها حصلت على وثائق سرية ورسائل بريد إلكتروني للوكالة الصينية لمكافحة المنشطات اللي قدمته إلى وادا، لكن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والاتحاد الدولي للألعاب المائية قرروا عدم التحرك. زي ما عارفين أن الولايات المتحدة حصدت لقب أولمبياد طوكيو برصيد 113 ميدالية بفارق كبير جدا عن الصين الوصيف اللي حقق 88 ميدالية.
طبعا بيبقى دايما الكواليس اللي بتتعرف بعد كده بتكون حاجة مش سهلة أبدا. وفكرة إن لعيبة كانوا واخدين منشطات، طب ما لعيبة كتير جدا إحنا وقفناهم في عالم الرياضة سواء على مستوى الألعاب الفردية أو الجماعية اتوقفوا، وممكن يبقوا فعلا عندهم قصد. يعني فكرة أدوية القلب اللي بقت بتعزز نشاط اللاعب أو كفاءة اللاعب أو كل الكلام ده أو تخليه مجهوده بيتأخر، ما هو أنا النهاردة بعزز باخد أدوية قلب بتعزز نشاط القلب، إيه الفايدة منها؟ إن أنا مجهودي يعني الـ التعب لما يظهر عليا التعب، الأدوية دي بتخلي التعب يظهر متأخر، فبالتالي بقدر إن أنا يبقى عندي قوة تحمل أكتر، بقدر إن أنا التعب بيظهر متأخر، فغيري لأ، غيري بني آدم طبيعي ما بياخدش حاجة. فدي بتبقى مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، إن كده في عدم تكافؤ فرص. في حد بياخد دواء، الدواء ده بيعزز نشاط القلب أو بيعلي الكفاءة، فبالتالي زي ما بقول بيأخر التعب أو المجهود. طب ما في ناس تاني مثلا بتاخد أدوية برد، دول فعلا بقى ما بيبقاش قصدهم. في ناس تانية بتاخد أدوية دايت أصلا اللي هو ملوش أي علاقة بالكلام ده، ومع ذلك بيتوقفوا 3 سنين مثلا عبال ما ياخدوا فيهم قرار أو تثبت براءتهم، أو خلاص هم خلاص يتوقفوا أو يتشطبوا أو يتوقفوا عدد سنين معين. التحقيقات بتاخد وقت طويل. فأنا النهاردة إزاي كان في تواطؤ بالشكل ده؟ ازاي ناس راحت شاركت في الاولمبياد وخدت الميداليات وبعدين هتشارك في باريس ولسه ما خدناش قرار بشانهم؟ ايه يا جماعه ده؟ زي ما مثلا اولمبياد لندن لسه من قريب حد عندنا خد الميداليه بعد ما اتسحبت من مين وفرايو كتير قوي. التحقيقات بتاخد وقت طويل قوي قوي يعني. فطبعا اكيد هناك تواطؤ، لان زي ما بقول دي أدوية قلب بتعزز كفاءة القلب أو بتأخر التعب. فطبعا أنا شايفة أن ده بالنسبة لي مش مقبول أبدا، أو في تواطؤ أو في مشكلة ما. يعني ده احنا بنعاقب اللي بياخدوا أدوية برد ودايت، فده بالنسبة لي حاجة غريبة جدا. يعني الشوط الأول خلص بنتيجة كام؟ 19-15 لصالح نادي الزمالك، كل الدعم والتوفيق ليهم بإذن الله في الشوط الثاني والتأهل على صدارة، التأهل للدور المقبل على صدارة المجموعة بإذن الله. نروح للحكومة الفرنسية اللي لجأت للذكاء الاصطناعي للاستعانة بيه في تأمين أولمبياد باريس 2024 من خلال اختبار أنظمة مراقبة بالفيديو قائمة على الذكاء الاصطناعي. الشرطة في العاصمة الفرنسية سمحت لشركة السكك الحديدية وشركات النقل بتحليل الصور لأكثر من 100 كاميرا من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، وهيتم إجراء الاختبار خلال أحد الحفلات الموسيقية في ملعب ديفانس أرينا ومباراة باريس سان جيرمان وليون في ملعب حديقة الأمراء. البرنامج بيهدف إلى التعرف على الأشخاص اللي بيدخلوا الأماكن غير العامة والحساسة، بالإضافة لمراقبة حركات الجماهير في المناطق الخطيرة والتجمعات الغير معهودة للجماهير. فرنسا رفعت حالة التأهب القصوى إلى أعلى مستوى، وده استعدادا لتنظيم أولمبياد باريس اللي هتقام في الفترة من 26 يوليو ل 11 أغسطس. خليني أقول أنه في حاجة يعني هنتكلم عنها باستفاضة كمان الحلقة اللي جاية، انه احتمال كبير جدا، وانا دايما بقول انه الفلوس مش كل حاجة. على فكرة احتمال فرنسا تعمل الاولمبياد وتبقى تكلفتها اقل من النسخ اللي فاتت كلها، تخيل مع زيادة الاسعار اللي احنا فيها دي. ولكن احتمال كبير جدا، لحد دلوقتي الارقام بتقول كده، يعني لحد دلوقتي هما تقريبا صارفين 9 مليار و 2 مليار و2 من انت بتتكلم مثلا ما وصلوش ل 10 مليار يورو، برغم ان كل النسخ اللي فاتت عدت في اللي وصل ل 12 و 13 مليار، وهم احتمال كبير جدا ما يعدوش ال 10
مليار يورو، وهتكون أقل نسخة، أقل نسخة تكلفة في الأربع خمس نسخ اللي فاتوا. وده بالمناسبة يقول اللي أنا طول الوقت بقوله، إن الفلوس مش كل حاجة، مش فكرة إنك تنظم بطولة فأنت محتاج فلوس وخلاص، لا، التفاصيل في التنظيم، في تفاصيل زي ما قلنا قبل كده بتخطف العين، في تفاصيل إنسانية بتخطف القلب، صدقوني ما بتكلفش فلوس، بس بجد بتعمل اللي أهم من الفلوس بكتير جدا. فده واضح إن إحنا هنشوفه بشكل كبير في أولمبياد باريس، اللي هتكون لحد دلوقتي احتمال كبير جدا إنها تكون مع زيادة الأسعار أقل نسخة في التكلفة، أقل نسخة في التكلفة في الأربع أو الثلاث نسخ اللي فاتوا. طيب نروح للملكة الأردنية اللي ضمت حتى الآن، للمملكة الأردنية طبعا اللي ضمت حتى الآن مشاركة ست لاعبين في أولمبياد باريس 2024. ضمنوا لحد دلوقتي ست لعيبة أو ست أبطال من عندهم هيشاركوا في أولمبياد باريس 2024، وده بعد تأهل بطل منتخب الجمباز أحمد أبو السعود للأولمبياد للمرة الأولى في تاريخه. والرياضة الأردنية ضمنت لحد دلوقتي ست مقاعد رسميا في الأولمبياد، وهم رباعي منتخب التايكوندو صلاح الشرباطي، جوليانا الصادق، زيد مصطفى، وراما أبو الرب، بالإضافة للاعب منتخب الملاكمة عبادة الكسبة، ولاعب منتخب الجمباز أحمد أبو السعود. ولسه كمان في فرص تانية للاعبين في التصفيات في عدد من الرياضات زي الملاكمة والمصارعة. وأكبر بعثة بالمناسبة في التاريخ للأردن وصلت للأولمبياد كانت في طوكيو اللي فات أيضا، ضمت حوالي 14 لاعب ولاعبة، وحققت ميداليتين فضة عن طريق صالح الشرباطي في التايكوندو، وبرونزية عبد الرحمن المصطفى لاعب الكاراتيه. دي يمكن أهم وأبرز الأخبار في حلقتنا، سواء داخل نادي الزمالك أو كل ما هو متعلق بأولمبياد باريس 2024. بعد ما خلصت أخبارنا عايزة أقول إن الكل قصة بطل، والكل بطل حكاية، وبطل قصتنا النهاردة كابتن أحمد زهران، أسطورة زملكاوية في كرة السلة. هنطلع للتقرير وبعده الفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل ضيفنا كابتن محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخبات الدرجات، وكواليس كتير وكلام كتير، إنجازات محترمة محققها منتخبات الدرجات في الفترة الأخيرة، ولكن بعد التقرير والفاصل استنونا. شعار صباح الخير صباح النصر، احنا ملوك السلة في مصر، ما جاش من فراغ، وهيفضل علامة وماركة مسجلة باسم فريق سلة الزمالك، علشان في نجوم وأساطير كتير ساهموا في صناعة تاريخ كرة السلة الزملكاوية والمصرية على مر العصور، منهم أحمد زهران اللي استحق ان يكون بطل قصتنا في ملوك الصالات. أحمد زهران اللي كان ضمن الجيل التاريخي لكرة السلة الزملكاوية تحت قيادة الأسطورة إسماعيل سليم، واللي حقق أول بطولة إفريقية سنة 1992 بالفوز على فريق جان دارك السنغالي. بطل قصتنا كان ضمن جيل التسعينات اللي استلم الراية تحت قيادة الدكتور إسماعيل سليم بعد اعتزال عدد كبير من الأساطير، علشان يكمل مشوار الإنجازات والبطولات، وضم علي الجنايني وهشام الصناديلي وياسر عبد الوهاب وشريف الصناديلي وهشام شعبان وسمير جودة وأحمد عادل وعلاء عبدون ومحمد عبد الظاهر وباهي ممدوح وغيرهم كتير من نجوم السلة الزملكاوية. كابتن أحمد زهران كان نجم في الثلاثيات والمتابعات وحريف التمريرات، وواحد من كتيبة عمالقة 100 عقبة اللي صنعوا الإنجازات وسيطروا على البطولات. أحمد زهران حقق مع فريق سلة الزمالك بطولات وألقاب كتير، منها الدوري مرتين وكاس مصر زيهم كمان، ده غير اللقب التاريخي لبطولة إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ الزمالك، وفاز كمان بدوري القاهرة أكتر من مرة وبطولات المنطقة والجمهورية كمان. بعد الاعتزال اتجه أحمد زهران لعمله الخاص وسافر إلى نيوزيلندا، وابتعد عن لعبة العمالقة
بس منسيش فضل نادي الزمالك عليه، وبيزور النادي وبيستعيد الذكريات مع نجوم جيله لما بيرجع مصر. بطولات وإنجازات حققها أحمد زهران مع فريق سلة الزمالك كتب بيها اسمه بحروف من ذهب، وبقى واحد من كتيبة ملوك الصالات في قلعة البطولات. نجح منتخب مصر للدراجات بقيادة المدير الفني محمد إبراهيم في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بالكوتا الكاملة، بعدما حجز 4 بطاقات في الأولمبياد بواقع بطاقتين للرجال ومثلهما للسيدات. وأعلن الاتحاد الدولي للدراجات رسمياً تأهل رباعي منتخب مصر إلى أولمبياد باريس عقب انتهاء جولة كأس العالم التي أقيمت في كندا مؤخراً، وهي آخر البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وتأهلت ابتسام زايد للمرة الثانية على التوالي بعدما شاركت في أولمبياد طوكيو 2020، كما تأهلت شهد سعيد أيضاً في منافسات السيدات بجانب الثنائي يوسف زكي ومحمود بكر بعد الاحتفاظ بصدارة التصنيف الإفريقي من الرانك العالمي للعبة. طموحات كبيرة للبعثة المصرية في أولمبياد باريس لتحقيق أكبر عدد من الميداليات، بعدما وصل عدد المتأهلين حتى الآن إلى 132 لاعباً ولاعبة في 20 رياضة مختلفة. عودة لحضراتكم مرة أخرى، ولسه مكملين حلقتنا من ملوك الصلاة، ومنورني ومشرفني النهاردة كابتن محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخبات الدراجات. منور الدنيا كابتن. أهلا بحضرتك سنايا، سعيدة جدا تواجدك معنا النهاردة في قناة نادي الزمالك. أنا اللي أسعد طبعا، وببارك لنادي الزمالك على مباراة القمة الأخيرة طبعا. صحيح، أنا طبعا ببارك لحضرتك على التأهل للأولمبياد بالكوتا الكاملة. يمكن حضرتك قلت لي ان ابتسام زايد وشاد سعيد ويوسف زكي اتأهلوا، محمود بكر احتياطي ليوسف زكي. كمان في واحد بس من جنوب افريقيا، لكن هي القارة كلها بيتأهل منها 4. ثلاثة من مصر، ثلاثة من مصر، واحد من جنوب افريقيا. تمام، انا ببارك لك طبعا في البداية. اكيد ده مشوار صعب جدا، ومش بسهولة ان اي حد يقدر يتوصل من يوصل تقريبا بالكوتا الكاملة من دولة واحدة، رغم ان القارة كلها ليها 4. قول لي المشوار كان عبارة عن ايه، والدنيا مشيت ازاي، واستعديتوا ازاي، وايه المصاعب اللي واجهتكم، وكلمني على المشوار بقى. هو طبعا المشوار زي ما حضرتك قلتي كان صعب جدا اننا نتأهل. كنا دايما بنتأهل بلاعيبة واحدة، اتأهلنا في ريو بابتسام زايد، وتأهلنا في طوكيو بابتسام زايد. المرة دي احنا متأهلين بثلاث لاعبين ولاعب كمان احتياطي في الكوتا، يعني احنا افريقيا كلها ليها 4 مقاعد، احنا متأهلين بثلاثة، واحد بس لجنوب افريقيا كالاول. جنوب افريقيا هي اللي مسيطرة على كل السباقات دي. منافسة كانت قوية جدا بين في الرجال، كانت بين مصر وجنوب افريقيا والجزائر. احنا فضلنا لغاية اخر سباق في كاس العالم، واحنا المنافسة كانت قوية جدا بيننا وبينهم، لكن الحمد لله قدرنا نفوز بفرق النقاط وناخد المقعد منهم. في البنات ابتسام زايد كانت عاملة فرق كتير، كانت منافسة قوية بيننا وبين جنوب أفريقيا. يمكن ابتسام لعبت مع 3 بنات، كل بنت في جولة. يعني في استراليا لعبنا مع بنت من جنوب أفريقيا، في هونج كونج بنت عايشة في أوروبا من جنوب أفريقيا لعبت معانا، في كندا بنت عايشة في أمريكا جات لعبت معانا. يعني 3 بدلوا عليها، لكن الحمد لله هي عندها خبرة كبيرة قوي ومستوى عالي، قدرت تحقق بفرق كبير قوي اكتر من 600 نقطة الحمد لله، وداخلة من الرانكينج الاولمبي ابتسام ما شاء الله عليها دلوقتي. طبعا لها بتمتلك خبرة كبيرة وعمرها كبير في اللعبة ما شاء الله. 3 اولمبياد لحد دلوقتي، ريو وطوكيو وباريس ما شاء الله. وعندي شهد سعيد في الاسبرنت، ودي كانت المفاجأة ان شهد بدأ رياضة الدراجات في 2021، يعني بقى لها 4 سنين، لكن الحمد لله قدرت توصل وتكسب. كانت منافسة جامدة بيننا وبين نيجيريا وجنوب افريقيا على المقعد ده، لكن هي قدرت تحسمه وحسنت من ارقامها كتير قوي قوي رغم عمرها الصغير، لكن هي موهبه ان شاء الله، اتوقع لها مستقبل كويس.
لكن هو بدايه التاهل احنا اخترنا طريقنا في التراك، لان سباقات الدراجات فيها كذا حوالي 9 أو 8 ايفنتات، في دراجات الطريق والماونتن بايك والبي ام اكس وفي الصالات، لكن احنا عندنا سباقات اللي هي التراك اللي احنا تاهلنا فيها. اللي ساعدنا فيه طبعا ان بقى عندنا تراك في مصر وافتتح سنه 21، ده حسن من مستوانا كتير قوي. كنا حاجه محترمه حاجة جدا، يعني حضرتك شفتيه وحضرتك صورتي، حاجه مضمار عالمي كبير جدا طبعا. ده طبعا يعني ما ننساش مساعده الحكومه المصريه ان هي تقدر توفر دعم لاقامه الاستاد، معالي الوزير اشرف صبحي لانه كان بيتابع الاستاد الدراجات ايام ما كان مدير لهيئه استاد القاهره، لغايه لما بقى وزير وهو بيتابع الحمد لله، لغايه لما وصلنا للمستوى ده. من حسن حظنا برضه وجود الدكتور محمد وجيه عزام، هو نائب رئيس الاتحاد الدولي، نائب الاول رئيس الاتحاد الدولي، ساعد كتير، وكانت عمل لنا مفاجاه كبيره ان عمل لنا بطوله العالم للناشئين 2021 في القاهره، والحمد لله حصلنا على مراكز متقدمه جدا في الناشئين، خدنا الترتيب الخامس على العالم لاول مره، صدرنا الرانكينج العالمي، ومن هنا ابتدينا اختيار اللعيبه زي اللعيبه شاهد، اللاعب محمود بكر ويوسف زكي، وبعدين ابتدينا كاس العالم للكبار، ودي كانت اهم مرحله من المراحل اللي مرينا بيها انها تقام في مصر، دي يعني يعتبر زي بطوله عالم. وطبعا ابتدينا مشوار كتير طويل قوي مع الاتحاد المصري للدراجات، قدر يدعمنا وقدرنا نحط خطط وبرامج كبيره جدا، والحمد لله قدرنا نوصل بالاولاد بتوعنا. لكن اللي مفرحني طبعا الولاد بتوعنا كلهم 20 سنه و21 سنه، يعني اعمار صغيره جدا، بنبص للمستقبل كويس جدا ان شاء الله. نظام التاهل للاولمبياد بيكون عن طريق بطوله ايه، او بيكون بوينتس، بيكون يعني عايز حضرتك تشرحه للناس اكتر، بيكون ازاي؟ ازاي النهارده عندنا 3 و1 احتياطي اللي هو محمود بكر تاهلوا للاولمبياد، ازاي التاهل؟ ازاي التاهل للاولمبياد؟ من خلال 7 بطولات، بطولتين افريقيا 23 و4 نسخه 23 نسخه 24، ودول الحمد لله كسبناهم هنا بفرق كبير، اتصدرنا البطوله ب50 ميداليه. لكن كان اهم حاجه بالنسبه لي الهدف الاول ان انا افوز في الايفنتات المؤهله، لان جوه المضمار 11 سبق فيهم بس 6 سباقات على الاقل بيبقوا هم المؤهلين للاولمبياد، فده كان هدفي الاكبر ان انا اتاهل للاولمبياد، وان فزت بالبطوله الحمد لله، بطولتين افريقيا، بطوله عالم ودي لعبناها في جلاسكو برضو كانت في 24 23، 4 جولات كاس عالم، هم ال7 سباقات دول اللي بياخد منهم النقاط ان انا اتاهل منهم للأولمبياد. لازم تكسب ال7 بطولات، ولا لازم تاخد عدد نقاط قد ايه، ولا يعني ايه هو الاول إيه عشان انا اروح اشارك في كاس العالم او بطوله العالم لازم يبقى كان يكون عندي 250 نقطه، مش اي حد يروح يشارك في البطولات دي. تمام. لازم يكون مؤهل عنده 250 نقطه ويشارك في البطولات دي، ويبتدي من البطولات دي بيحقق نقاط. انا رايح طبعا لان احنا لسه بالنسبه لرياضه الدراجات للمضمار احنا عمرنا فيها قصير، لكن الحمد لله قدرنا نصنع فرق كبير قوي. فكان كل هدفي من البطولات ديت ان انا احقق نقاط، واللعيبه بتاعتي تاخد خبرات، لان زي ما قلت لحضرتك ان اعمارهم صغيره، والحمد لله قدرنا نحقق ده من خلال البطولات الافريقيه، بطولتين افريقيا اخر نسختين 23 و24، 4 جولات كاس عالم لعبناهم، واحده في اندونيسيا والثانيه كانت في مصر السنة اللي فاتت، والسنة دي لعبنا في كندا وفي هونج كونج وفي استراليا. هم دول ال7 بطولات اللي بتأهل منهم اللعيبة اللي بتأهل للأولمبياد. الحمد لله كان معانا 65 دولة مصر قدرت تتأهل من الكوتا الأفريقية متصدرة، وترتيبنا ال21 أو ال22 من ضمن ال65 دولة دول. تمام. طيب مستوى منتخب مصر للدراجات فين؟ من المنتخبات العربية والإفريقية. بالنسبة للمنتخبات العربية والأفريقية الحمد لله احنا فرقنا كتير، كانت منافسة شرسة جدا ما بيننا على مستوى أفريقيا، بين مصر، المغرب، جنوب أفريقيا، الجزائر، نيجيريا، الدول دي أقوى دول في القارة، الحمد لله قدرنا نتعداهم ونتخطاهم بفارق كتير في كل الإيفنتات، يعني آخر بطولة محققين 50 ميدالية منهم 30 ميدالية ده بالنسبة للأفريقية. نفس الكلام في البطولات العربية، كانت المنافسة الجزائر، مصر، المغرب، الإمارات، السعودية، وطبعا في بعض الدول بيبقى عندها إمكانيات أعلى مننا بكتير في الدراجات، لأن دراجة المضمار دراجة غالية جدا، غالية مكلفة، توصل ل 300-400 ألف الدراجة الواحدة، يا نهار أبيض. والدراجة اللي هتلعب بيها طوكيو عدت 600، اللي هتلعب بيها باريس مع الفرق مع بريطانيا أو مع فرنسا وصلت 600 ألف جنيه. فطبعا احنا ما عندناش الامكانيات دي، بس عندنا الرجال وعندنا العزيمه المصريين،
وقدرنا الحمد لله نتفوق. طب سؤال بقى معلش، هو الدرجات دي بتتوفر ازاي؟ مين اللي بيوفرها؟ هل بيوفرها اللعيبه ولا بيوفرها الاتحاد ولا بيوفرها ايه؟ الاتحاد هو اللي بيوفرها، كل اتحاد هو اللي بيوفرها للعيبه بتاعه. اوكي آه. طيب لما نيجي نسافر هناك بنلعب بالدرجات اللي متواجده في الاولمبياد هناك ولا بناخد درجاتنا؟ لا بناخد درجاتنا معانا، كل فرقه بدرجاتها، وكل أوكي. كل البطولات كده مش اولمبياد بس. بس بتاخد درجاتك بقى اللي هي بحوالي 300 400 الف يعني، مش اللي هي لا مش اللي هي الغاليه. كل فرقه طبعا بامكانياتها، لان دي امكانيات دول كبيره وبيقدروا هم يروحوا يشاركوا بيها، وده بيعمل فارق برضو في مستواهم. زي كل الالعاب يعني، زي كل الالعاب بتلاقيهم هم دايما التكنولوجيا عندهم وسابقنا على طول. بتسهل المهم عليهم نوع الدراجه؟ طبعا احنا لعبتنا لعبه زمن، فهو كل حاجه بيعملوها ازاي اكثر الزمن. يعني الدراجه بيغير شكلها والستايل بتاعها بحيث يبقى فيها شكل الايروديناميك، انها تشق الهواء والهواء يرجع يزق العجله لقدام. اللبس بتاع اللعيب، الادوات، الجنوط بتاعت العجل، الطاير بتاع العجل، الوزن العجله، كل الحاجات ديت بتفرق كتير قوي. طب سؤال بقى، كل ما العجله تبقى خفيفه وزنها اخف ده اسهل؟ طب هو اسهل، بس الاتحاد الدولي طبعا في ضمن الصراعات دي كلها هيفضلوا طبعا لما العجله تخف الماتيريال بتخف، فهيصبح في خطوره على اللعيب يعني، ما هيوصل العجله لاوزان. لكن الاتحاد الدولي حاطط ان اقل وزن ما يقلش عن 6 كيلو و800 جرام وزن العجله، وبيتشيك عليها. 6 كيلو و800 جرام ده على عجله، ده حاجه خفيفه جدا. حاجه خفيفه قوي، ممكن يعملوا اقل من كده بس في خطوره. ايوه، فالاتحاد الدولي عامل كده، لازم قبل ما نلعب 6 كيلو 6800 ما تقلش عن كده. اوكي، تقريبا يعني 7 كيلو. ده شويه معلومات زي الفل. فبيوزن الحكم بيوزن العجله الاول قبل ما العب بيها كل سباق، حتى لو هلعب بعد شويه. طب احنا تقريبا الافريج بتاع العجل بتاعنا وزنه قد ايه؟ يعني احنا 7.5 7 يعني زياده كيلو تقريبا 800 جرام عنه. اوكي تمام. العجله يعني عمرها قد ايه الافتراضي؟ يعني مثلا كل لعيب عنده عجله بتاعته صح كده، الاتحاد بيوفرها له بتبقى بتاعته على يعني هي على مقاسه، لان ليها قياسات، ما حدش بيلعب بالعجله ولا بالترس، كل واحد كل سباق ليه نوع مقاس ترس معين، كل عجله بمقاس اللاعب بطوله بالقياسات بتاعته اللي بيركب بيها العجله، محدش طبعا كل ما يزيد وزن اللاعب بتزيد وزن دراجته. لا غير الوزن، واهم من الوزن الاطوال بتاعت اللاعب، الاطوال كل ما يكون الكرسي طويل اللي بيقعد عليه الكرسي، ارتفاع الكرسي، الجادون، عرض الجادون عشان صدر اللعيب ما يعملوش تشوهات في القوام، او يتعمل الجادون مقفول عشان يبقى اللعيب الهواء ما يخترقوش، طول الجزع بتاع اللاعب، طول دراعه، كل الحاجات دي ليها مقاييس يعني بتتفصل على اللعيب. ده انا كل ده فاهم، هو بيركب العجله ويسوق وخلاص. كتير بيقولوا لي كده يا عم انت ايه ده، انت بتركب لا حضرتك بتتكلم في علم يعني، حاجه مش سهله يعني. حاجات كتيره قوي الحمد لله. كان اهم عمرها الافتراضي بقى عشان ما انساش السؤال ده، بس انا عمال عجبني المعلومات. بالنسبه لعمر العجله الافتراضي، هو بره بيلعب بيها موسم واحد، لان ويرميها؟ بيكونوا مجهزين له عجله تانية احدث. اوكي، زائد الاولمبياد بقى مثلا، كل دوره اولمبيه بيعملوا مفاجاه، طفره كبيره قوي يعني، بيلعبوا بعجله بديزاين جديد، بيفضلوا مخبيينها وسكرت خالص وتدربوا عليها، ويجي يجربوها زي كاس العالم اللي هي قبل بطوله قبل الاولمبياد. يعني اليابان بنزلت بعجله جديده، فرنسا بعجله جديده، بريطانيا بعجله جديده، بينزلوا وطبعا بتعمل عليها فحص كامل من الاتحاد الدولي عشان يديهم اعتماد، فبيبهروا بقى العالم بالجديد ده. خلاص الجديد ما بيحصلش اي نوع من التسريبات يعني، بتبقى يعني ما هي لما يتكشف عليها في الاتحاد او يدوهم الابروفل عليها اكيد ممكن يحصل بعد التسريبات. بيحصل بس ما بيوصلش زيهم، لان هم عندهم المصانع وعندهم المهندسين وعندهم كل حاجه. طب بره العجله بتاخد موسم واحد، وعلى كل دوره اولمبيه بيكون في ديزاين جديد خالص، مش بس دراجه جديده، لا ده ديزاين جديد خالص. طب احنا هنا العجل بيقعد معانا قد ايه؟ يعني بيقعد 5 سنين 6 سنين. طب بجد؟ مش موسم؟ ما هو عشان تكاليف غاليه جدا، انت عشان تجيبي على الاقل كل بتتكلم في الدراجه بتتكلف 300 400 الف جنيه، ده رقم يعني. فرده العجله الواحده الجانت ده ثمنه 3000 فرنك سويسري، يعني حضرتك بتتكلمي في مبلغ مثلا 50 60 الف جنيه. فرده الكاوتش ثمنها 400 يورو فرده الكاوتش بس، ممكن تتخرب مني كده وانت بتسخني او انت سبق، فامكانيات عاليه قوي.
الحمد لله. لما بتقابلكم حاجات شبه كده يا كابتن، يعني مثلا ان عجله تبوظ وانت لا قدر الله في بطوله، بيبقى ايه التصرف؟ هو انا طبعا بيبقى معايا الميكانيكي المساعد بتاعي، معايا طبعا واحد من اشطر الميكانيكيه في العالم الكابتن شريف عبد الحليم. اوكي. يعني ده حاجه ما شاء الله محترمه ومصنف عالميا. شريف طبعا بيبقى جاهز معايا، انا ببقى في قطع غيار، في قطع الغيار مع عجله احتياطي والحكم مراجع عليها يعني معتمدها، مش بطلع باي عجله وبس. ومعاه جنوط احتياطي مفاتيحه وعدته في جيبه، بيطلع بسرعه. انا ليا 5 لفات اغير فيهم، الحق سواء اغير عجله او اغير الجنط او اطمن على اللعيب بتاعي. لو عدوا ال5 لفات خلاص اللعيب بره البطوله. فاحنا طبعا بنلحق قبل الكلام ده بلفتين بثلاثه بالكثير قوي، او لفه حسب حاله اللعيب. طيب بس طبعا ده بيقلل من فرص اللاعب انه يغير الدرجه بتاعته. طبعا بتقلل من فرصه، وبعدين اللعيب بيتاثر شويه. لكن مع كتر الخبرات وتعرضه للمواقف ديت بيقدر يعدي الموضوع. صحيح. احنا عندنا، حضرتك قلت لي ان في طبعا منتخبات عربيه وفي منتخبات افريقيه بتنافسنا. تمام. ابرزهم مين؟ بالنسبه لافريقيا، الجزائر، المغرب، نيجيريا، جنوب افريقيا. اوكي. ده يعني دي كل بالنسبه للعرب بقى، الجزائر، المغرب، الامارات، السعوديه. طبعا دول الخليج متفوقه طبعا في عشان الامكانيات، عشان الامكانيات. هم بداوا مضمار، يعني اول دوله بنت مضمار كان في الامارات في 2008، كانوا سابقنا وكان عندهم مجموعه من اللاعبين طبعا خبراتهم ممتازين جدا. لكن الحمد لله قدرنا دلوقتي يعني نعدي. منافساتنا عامله ازاي في بطولات العالم يا كابتن؟ والله في بطولات العالم الاول بيكون في تاهيل. بمعنى ان كل سباق بياخدوا احسن، يعني المضمار الليمت بتاعه 24 لاعب، ما يزيدش عن 24 لاعب يكونوا في المسار بتاع المضمار. لعبتنا اللي تاهلت، عايز حضرتك تقول لي مين يعني كل واحد فرصته ايه في التاهل، مين اقرب انه يقدر يحقق مركز اكتر؟ يعني حضرتك بتقول لي ان انتوا تقريبا التارجت بتاعكم ان انتوا يعني بيبقى 28 دوله مشاركه بحوالي حاجه و60 لاعب، صح كده؟ مظبوط. انت بتتكلم او حضرتك بتتكلم انه المفروض يبقى انا عايز ابقى في اول 10. هو طبعا عندي لاعب طبعا مش الاربعه يعني. عندي لاعب يكون في اول 10. هو ان شاء الله باذن الله تكون ابتسام زايد، هي لانها عندها خبره اكتر وعمر رياضي طويل ونافست مع ابطال عالم، يعني في سباق من السباقات لعبته واخده فيه الثامن على العالم. فهي دي تقدر تخش ضمن التوب 10. شاهد بنجهزها لانها لاعبه يا دوبك بقى لها 2 3 سنين بتلعب دراجات، بنحاول نحقق نكسر الارقام بتاعتها ان شاء الله تخش حتى في التاهيل لو توصل لدور ال 16. ده بالنسبه لهدف لشاهد. بالنسبه للعيب يوسف زكي، ده بيحقق لي المفاجات، يعني بفضل انا بقى ماشي معاه وفجاه الاقيه عامل لي طفره. يعني هو حامل لقب دوره الالعاب الافريقيه للشباب اللي اقيمت في المغرب في الجزائر 2018، هو لغايه دلوقتي حامل اللقب، لان الصدفه ان ما اتلعبتش بطولة الشباب 2022 بتاعت عشان أسباب جائحة كورونا. ما شاء الله. فيوسف هو ما شاء الله حامل اللقب بتاعه. صحيح. البطولة الأفريقية الأخيرة هو واخد الميدالية الفضية تحت 23 سنة، فدايما يوسف بيكسر التوقعات. صحيح. هنتكلم أكتر عن أنواع السباقات وعن شكلها وعن كل الحاجات دي، بس هستأذن حضرتك في فاصل. اتفضل. هنروح لفاصل، ولكن قبل الفاصل عايزة أطمن حضراتكم إن النتيجة لحد دلوقتي 30-25 لصالح نادي الزمالك على حساب الترجي التونسي، ودي مباراة في دور المجموعات في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، يعني البطولة الإفريقية لأبطال الكؤوس. والمباراة دي على صدارة المجموعة ما بين الزمالك والترجي التونسي. النتيجة لحد دلوقتي 30-25، كل الدعم والتوفيق لنادي الزمالك. 31-26 بالظبط كده النتيجة. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم، استنونا. عودة لحضراتكم مرة أخرى، ولسه مكملين حلقتنا من ملوك الصلاة مع كابتن محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخبات الدراجات. بس خليني أقول لحضراتكم إن عدى 51 دقيقة وطبعا بعض الثواني، والنتيجة لحد دلوقتي 34-29 لصالح نادي الزمالك، كل الدعم والتوفيق للكوماندوز. خليني أرجع لحضرتك مرة تانية، وعايزة اعرف بقى من حضرتك، احنا بنحاول نقرب الناس قوي من لعبه الدراجات علشان ان شاء الله وقت الاولمبياد نبقى فاهمين اللعبه على قد ما نقدر، فاهمين نوع الدراجات، نوع السباقات،
ده يعني انا بالنسبه لي وانا بتفرج على الاولمبياد كده خدت ما شاء الله كميه محترمه من المعلومات علشان ابقى فاهمه اللعبه وانا بتفرج عليها. في سباقات مختلفه في الدرجات طبعا، عايزه حضرتك تقول لي انواع السباقات، وكل لاعب من حقه انه يمارس اكتر من سباق ولا بيتخصص في سباق معين؟ طبعا بالنسبه للدرجات فيها سباقات كتير، دراجات عموما اهمها طبعا سباق الطريق، السباقات اللي بتلعب في الطرق، لان هي دي الاساس اللي بنختار منها لعيب التراك او المضمار. تاني لعبه التراك، والتراك دوت فيه 11 سباق اللي احنا هنشارك فيه في الاولمبيات، بس هم بيختاروا حوالي 6 سباقات منهم يتلعبوا في الاولمبيات. في سباقات الماونتن بايك اللي هي الدراجه الجبليه، في سباقات البي ام اكس، كل السباقات يعني معظمها اشهرهم سباقات الطريق وسباقات المضمار والماونتن بايك اللي هو الدراجه الجبليه والبي ام اكس. لو رجعنا للمضمار، المضمار 11 سباق للولاد وللبنات، يعني دول ليهم 11 سباق ودول ليهم 11 سباق. منهم حوالي 3 سباقات فرق و8 سباقات فردي. ده بالنسبه لسباقات المضمار، لكن اللي بيتلعب في الاولمبياد 6 سباقات، سباقين فرق و4 سباقات فردي. 6 سباقات بس في الاولمبياد، لكن في العادي هم 10. هم 11. 11. لكن في الاولمبياد 6 فقط. بيلعبوا ب6 بس. اوكي. في سباقات فرق بس من حق اللعيب اللي بيلعب الفرق يلعب سباقات منهم فردي زي سباق التحمل، لان المضمار اساسا يعني تخصصه نوعين من اللاعبين، نوع السبرنت وده بيبقى لعيب ضخم جدا ويعني عامل زي لعيبه رفع الاثقال او كمال الاجسام، وده مسافاته بتبقى قصيره قوي. ده اللي هو لعيب السبرنت او لعيبه السبرنت. في لعيب التحمل بقى اللي بيلعب اللي هي المسافات الطويله. تيالي بتسمى سبرنت. لا تحمل. تحمل. شاهد هي السبرنت. شاهد هي السبرنت. ويوسف ومحمود تحمل. اوكي. تمام. فده الفرق بينهم في السباقات، لكن لعيب التحمل بيلعب كل سباقات التحمل في المضمار. ولعيب السبرنت بيلعب سباقات السبرنت بس، لان ده بيختلف الاداء البدني بتاعه. طب هل احنا في اولمبياد باريس هنلعب كله فردي ولا في ممكن جماعي؟ لا كله جماعي. فردي. مش هندخل الجماعي. لا مش هندخل الجماعي، كله فردي. بيبقى صعب ان احنا ندخل الجماعي. لازم يبقى عندك 4 لاعبين متكاملين ومتدربين فتره طويله قوي وكلام ده. انت للاسف عندك 3 2 بنات وولد. اتنين بنات وولد. فبالتالي دول ما يعملوش فرقه، لان الفرق دي بياخدوا اول 8 فرق على مستوى العالم هم اللي بيتاهلوا، لكن افريقيا ليها فرصه في الاربعه اللي هم الفردي الحمد لله قدرنا ناخد. لكن اصلا من الاول ده بيبقى اصلا هو تاهل فرق. مش هناك دي الفرق اللي هي الكبيره زي بريطانيا وفرنسا والفرق العالميه. طيب حضرتك شايف مستقبل منتخبنا ازاي طبعا لرؤيه حضرتك لقاعده الممارسه ومنتخبات الناشئين، وازاي نقدر نبني كمان اجيال قادمه تقدر تحقق انجازات في المستقبل سواء بطولات عالميه اولمبياد او ما شابه يعني؟ والله طبعا الاتحاد المصري للدراجات حاطط خطه طويله من بدايه من بعد طوكيو، كان هدفها التاهل للاولمبياد. الحمد لله اول مره في التاريخ ان يتاهل لعيب عربي في سباقات التحمل، في السبرنت وفي التحمل بالنسبه على المستوى العربي. بالنسبه على المستوى الافريقي احنا طبعا كانت جنوب افريقيا محتله كل المنافسات دي لسنين طويله، قدرنا نتخطاها ونوصل للاولمبياد، كان هو ده الهدف وده كان نتيجه الخطه. في خطه ثانيه برضو طويله المدى، عندنا مجموعه كبيره من اللاعبين الناشئين او الصاعدين زي اللاعب محمود صبحي في السبرنت، لاعب حسين ناصر، عندنا في البنات الصغيرين اللاعبة علياء بن بيلا، اللاعبة حبيبة أسامة، وفي أجيال تانية طالعة. طبعا وساعد معانا في الموضوع طبعا مجلس إدارة اتحاد مصر للدراجات بيشتغل على قدم وساق في الخطة ديت، إن هو يعمل قاعدة كبيرة في الأندية. ساعدنا موضوع وزارة الشباب والرياضة طبعا مع الوزير أشرف صبحي، عمل مشروع دراجتك صحتك، ده نشر اللعبة كتير على المستقبل، في ثقافة كتير للعبة، ووفر الدراجة بمبالغ قليلة. وبعدين طبعا اللي عملته الحكومه على راسها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير طرق، وده كان مهم جدا عشان نقدر نلعب عليها البطولات بتاعتنا والسباقات. ركوب للدراجه لسياده الرئيس طبعا خلى الناس كتير قوي اتشجعت وان هي تقدر تمارس رياضه الدراجات وحبت الموضوع ده كويس. عندنا مضمار الدراجات محطوط له خطه تشغيل اننا نجيب عناصر جديده واكتشاف مواهب للفترة القادمة بإذن الله. عدنا فترة طويلة شغالين على المضمار ده. يعني المضمار ده ابتدى فكرة إنشاؤه ساعة دورة الألعاب الأفريقية 91.
واشتغلوا فيه وما يعني دوبك حطوا قواعد الاساس بتاعته وسابوه. فضلنا لغايه سنه مثلا 2015 ابتدت ان هم يكملوا. طبعا الخشب كان مركون وفتره طويله والاساسات، وطبعا ابتدوا الحكومه تحرك الموضوع دوت. وطبعا الدكتور وجيه طبعا ضغط كتير انه كان نائب رئيس الاتحاد الدولي ان الاتحاد الدولي يدعمنا او يساعدنا، لكن الحكومة المصرية تولت ده وقدرت ان هي اشترك مع الاتحاد المصري للدراجات فنيا طبعا، والحكومة قدمت كل الدعم. قدرنا نعمل مضمار بصراحة انا بتباهى بيه في وسط العالم، ان كل المدربين خلص سنة كام بالظبط؟ 21 وافتتح رسميا 21. احنا ست لعبنا سنين يعني. قعدنا لعبنا عليه بطولة 2019 و2020 تجربة افريقية وعربية، لكن 21 افتتح رسمي ساعة بطولة العالم، يعني افتتحناها ببطولة عالم للناشئين وكان فيها أكبر عدد دول، مثلا عدت حوالي 55 أو 60 دولة، وده كان رقم كبير قوي يشارك في المضمار. صحيح. طيب عايزة أعرف من حضرتك إيه مواصفات لاعب الدراجات؟ لأنه مثلا عندك في الفولي ليه مواصفات، الهاندبول ليه مواصفات، الباسكت ليه مواصفات، كل لاعب ليه مواصفات جسمانية بتختلف عن اللعبة الأخرى، فإيه مواصفات لاعب الدراجات؟ لاعب الدراجات لازم يكون نمط بتاعه في التحمل العضلي نحيف، يعني راجل عنده عضلات ونحيف. كان زمان في الأول يقولوا احنا عايزين لعيب الطويل، كلنا نقول عايزين لعيب الطويل، دلوقتي أنا محتاج اللعيب القصير لأن طبعًا. أنا بعمل سباقات في التراك وسباقات كريتيريوم لفات، فأنا محتاج لعيب قصير عشان القصير كل ما يوصل لمركز الثقل بتاعه المسافة بتبقى قصيرة، بيبقى عنده تحكم أكتر ويقدر يراوغ أكتر وكتلة الجسم بتاعته بقى عنده اتزان أحسن من اللاعب الطويل في سباقاته وفي سباقات. ودلوقتي بقى يتدور على اللعيب العضلي عشان يبقى في لعيب سبرنت. أنا عايز لعيب أولاً طبعاً دي المواصفات الجسمية. بحس مواصفات لاعب الدراجات شوية قريب من لاعب الجمباز. هو صح؟ في زي دول وقريب من لعيب ألعاب القوة في المسافات الطويلة. تقريباً هم نفس المواصفات الثلاثة. والأهم بقى في عضلات ولكن في يبقى نحيف يعني. وفي لازم يبقى عنده طبعا تحمل دوري تنفسي كويس قوي يقدر يمارس بيه اللعبه، لان كل لعبتنا تبديل زي الجري، لو وقف مش هيتحرك رجلين وانا لو انا كمان. بطلت تبديل هقف في مكاني ده. والاهم من ده انه يكون لعيب ذكي، لان ممكن يبقى لعيب قوي جدا وغبي يضحك عليه فيتغلب، فلازم يبقى لعيب ذكي. صحيح. اكيد التاهل للاولمبياد مش نهايه الرحله. لا طبعا ده بدايه وانطلاقه كبيره، الحمد لله ادتنا دفعه كلنا اننا نقدر نوصل ونقدر نحقق. كان في بعض التشكيك، لا مش هنقدر نوصل، لا مش هنقدر، لكن الحمد لله احنا بنقدر نحقق المستحيل، وزي ما قلت لحضرتك قدرنا نحقق نوصل لاولمبياد ريو من غير تراك. كانش عندنا مضمار ووصلنا في التراك. الاتحاد المصري للدراجات من 2014 ل 2024 مشاركين في 5 اولمبياد. اولمبياد الشباب نانجينج، اولمبياد ريو 2016، اولمبياد الشباب بالارجنتين، اولمبياد طوكيو، الحمد لله اولمبياد باريس. بشكر حضرتك، شرفتني ونورتني، كنت سعيده جدا بتواجدك معايا النهارده، بتمنى لكم كل التوفيق في اولمبياد باريس 2024. احنا بنشكر حضرتك ان انت اهتميتي برياضتنا رياضه الدراجات، ونتمنى كل التوفيق لحضرتك والنادي الزمالك، وان شاء الله يطلع كسبان البطوله. يا رب. انا استمتعت النهارده بالحلقه، وبجد خدت كمية معلومات رهيبة، وكمان وشك حلو علينا. نورتنا. يعني يمكن لحد دلوقتي النتيجة 36-30 لصالح نادي الزمالك، في الدقيقة 57 وكسور، يعني ممكن تبقى وصلت ل 58 دلوقتي. 58 كم؟ 36-31، واحنا في الدقيقة 58، يعني متبقي دقيقة ونص دقيقتين، فان شاء الله ان شاء الله الزمالك بنسبة كبيرة حسم تأهله للدور اللي جاي على صدارة مجموعته. كل الدعم والتوفيق لكل ما هو زملكاوي في كل ما هو مقبل. أشوف حضراتكم وحلقة جديدة، ودعواتكم بالتوفيق لكوماندوز اليد، ودعواتكم بالتوفيق للكورة بكرة في البطولة الإفريقية والباسكت والفولي بنات. وبجد خلينا دايما بنجدد املنا، خلينا دايما ما بنفقدش الامل، ما تخليش خساره بطوله تبقى هي نهايه المشوار. جمهور الزمالك دايما عودنا على كده، خساره بطوله بتبقى بدايه المشوار وبدايه دعمكم من جديد. اشوف حضراتكم على الف خير، وحلقه جديده من ملوك الصلاه. سلام عليكم.